نهار اسود ومنيل، ما حدش شاف العمل كده يا فايق. مش عارف يا باشا، بس امتى هعرفه وهطلع عينه. ما تقلقش يا باشا، في خلال نص ساعه كل يافطه جديده معموله. ده انا فايق الفايق. انت ليش هتعرفه؟ اتنين شوف في مين. ايه اللي معصبك كده يا نهار اسود ومنيل؟ وايه اللي قطعك وفرتكك وخلى اسمك في الارض كده؟ انا محدش يقدر يخلي اسمي في الارض يا نجاه. لا، جه بقى اللي فرتكك وحط اسمك في الارض. انا انت يا ولاد اللي عملت كده. اخرس وقولوا عليك ساعه وسكتوا. اسكت خالص. اتنين روح تنالي في المكسب. حاضر يا باشا. معلش انا جات تمسحيها فيا، انا اصله ما يعرفش غلاوتك عندي. غلاوتي عندك؟ تعرف يا عرفه، انت لما سرقت دم اخوك وفلوس اليتامى اولاد وهربت، كل الناس اللي هنا اترجوني وقالوا البلاغه عنه، مرضتش. عارف ليه يا عرفه؟ ليه انا جات؟ عشان شايل اسم المرشدي اللي كان شايله جوزي الله يرحمه، شايلونه ولادي. يعني لو حميتك، حميتك عشان خاطرهم. الله عين العقل يا نجات، عين العقل. وعشان خاطرهم ممكن اعمل اي حاجه. صدقيني يا نجات، انا عايز لك الخير. خير؟ انت اللي زيك يجي من وراه خير؟ يا اخي ارحمنا بقى وابعد عن سكتنا. ورحمه راضي في تربته. انا عايزك الخير يا نجات، انت وولادك كمان. اخلص، اوعى تجيب اسم اخوك الطاهر ده على لسانك، وبطل داوي بقى على ودان العيال، وابعد عننا بخيرك وبشرك. سامعني يا عرفه بيه؟ الله يرحمك يا راضي. كنت بتعرف تختار. اخترت الشغل اللي بتحبه، واخترت الست اللي تصونك وتصون بيتك وعيالك. كان نفسي ابقى زيك، اعرف اختار بدل ما نتايح كده، لا عارف جاي منين ولا رايح فين. ايه يا عبدو مالك؟ انت ريحت بدري قوي، ايه تعبان من الشغل ولا ايه؟ اهو بريح شويه من الشغل وقرفه. قرفه؟ هو شغل المشتل بقى قرف يا عبده؟ ده انت اول مره تطلع لفظ زي ده من بقك. اهو بقى قال ايه اللي رماك على المر؟ مر كمان؟ مر ايه وحنضل ايه؟ الله 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 الله، في ايه يا عبده؟ انت شايف لك شوفها بقى ولا حنيت للماضي القديم؟ ما بصراحه بقى يا ست نجات، انت محبكاها على الاخر. محبكاها ايه؟ ايه كلامك النهارده اللي كله الغاز ده يا عبده؟ في ايه؟ عرفه بيه راجع ومدد ايده بالخير ليكي ولولادك والاهل حتيته. احنا بقى قافشين قوي، الولاد لا، المشتل لا. الله، وده اصله وده فاصله. في يا ست نجات ما نفكها شويه، خلي الحكايه تشتغل والبليه تلعب. بليه؟ بليتين اللي تلعب بقى الموضوع كده يا عبد؟ ما هو مش معقول كل الناس دي غلط واحنا اللي صح يا ست نجات. وبصراحه كده بقى الضابط اشرف قابلني وقال لي ان عرفه بيتغير، بقى تاجر كبير ليه اسمه وسمعته. الله 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 الله، انا فكرت ان اصلك الطيب غلب الشيطان اللي جواك، طلعت اوطى من عرفه. الله 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 الله، وليه الغلط ده يا ست نجات؟ انا بعمل ده لمصلحتك. عموما اسمعي كلامي، خليكي ورا عرفه انت وولادك عشان تقبوا بقى وتطلعوا على وش الدنيا واحنا جنبكوا. تطلع انت بالدنيا كلها، اطلع من المشهد ده واوعى رجلك تخطيه تاني، لقطع رقبتك، اطلع بره. خلاص خلاص خلاص، هطلع بره. انت يعني بتطرديني من الجنه؟ يلا بره بلا جنة بلا نار، في داهية. يلا يا خسيس يا واطي، يلا بره. حاضر، هطلع بره، بس عشان العيش والملح اللي كان بينا يا ست نجات هقولها لك لاخر مره. اسمعي الكلام، ما تنشفيش دماغك، بلاش عند. نشفان الدماغ والعند ما بياكلوش عيش. بقول لك بره، يلا. خلاص خلاص خلاص، عالم وش فقر بصحيح. ده انت اللي فقر. مين هياخدك؟ مين هياخدك انت وعرفه في يوم واحد؟ ايه يا عرفه؟ انت ايه؟ انت ابليس؟ ازاي بتقدر تغيره في يوم وليله كده؟ ازاي؟ ايه؟ هات انت ابن.
اهم حاجه تعمل دماغ كويسه. ده انت هتعمل دماغ كويسه ب 60 نيله، ده انت هتتنيل اكتر ما انت متنيل. هتشوف ايام سودة. انا عارف اهو. امسك يا معلم. هتشوف دلوقتي دول، اوعى تاخدهم الاثنين دي واحده وواحده. ها امسك. ربنا يكرمك يا عطا. يلا اتكل على الله، اتكل على الله وانسى اسم عطا ده خالص لو اتقفشت. امشي امشي. تفتكري مش هياخد باله؟ حاولي انت تمسكي نفسك عشان ما يحسش بحاجه. ده لو عرف هيخلص علينا احنا الاثنين. قلت لك امسكي نفسك بقى. حاضر ربنا يستر. وحشتيني. خلصت بدري ورجعت علشان انت وحشتيني. سعديا. أي سيبيني شوية أنا والهانم لوحدينا. حاضر. يا مالا النهاردة؟ متلخبطة شوية. متلخبطة؟ من إيه؟ متهيألي علشان أنت كل شوية تديها أوامر وترجع تقولها عكسها. يعني مرة تقولها تعملني كويس ومرة تقولها العكس. هي ما بقتش عارفه تعمل ايه. اه ما حضرتك انت السبب في اللخبطه والحيره اللي احنا فيها دي يا ست هاني. ليه؟ انا بحاول اساعدك لكن انت اللي مش بتديني فرصه. بقول لك ايه؟ بقول لك يا رجاء، انا خلاص زهقت منك وتعبت. معاكي نسخه تانية ولا لا؟ نسختين. الله، هو انا ما قلتلكيش ان شوقي واحد من دجالتي؟ طب خلاص يبقى انت كده خدت اللي انت عايزه. لا، بعد اللي عملته معاك كده كله رجاء بتخونيني. كنت بحمي ابني وبحمي نفسي منك. انا قلت لك اديني الحاجه وانا احميكي واجيب ابنك يعيش معاكي هنا. بعد ما هتاخد الشريحه كنت هتخلص مننا. تصدقي انا ما كنتش فكرت في الحكايه دي، لكن بعد كده انا هعمل كده فعلا. شفت بقى ان كان عندي حق. عموما انا خدت اللي انا عايزه، ودلوقتي بقى عندي سبب يريح ضميري لما اخلص منك انت وسامر. طب ما يلا، مستني ايه؟ ما تخلص عليا وتقتلني، انا مش خايفه منك. ياه، للدرجه دي شجاعه؟ لا مش قصه شجاعه، انا مت من زمان. كل لحظه بعيشها في سجنك لحظه موت. خلاص ما بقاش فارق معايا حاجه. وسامر لو ربنا اراد انه يموت حيموت، ولو ربنا أراد إنه ينقذه من جبروتك وطغيانك مهما تكون مين يا فكار، مش هتقدر تمس شعره منه. عندك نسخة تانية من الشريحة؟ ما عنديش إجابة على السؤال ده، وأعلى ما في خيلك ركبه. على العموم ما بقاش تفرق معايا. أنا كنت عايز أتأكد من حاجة واحدة بس، إن جوزك ما سابش الشريحة مع شخص آخر، لكن سابها معاكي. خلاص وتأكدت، وأنت دلوقتي بين إيديا. معاكي نسخة، ما معاكيش ما بقتش تفرق معايا. ولما هي ما تفرقش معاك ما بتخلصش عليا ليه؟ مش بالسرعة دي يا حلوة، في عندي حاجات لازم أخلصها الأول.
وبعدين اتصرف معاكي، بس دلوقتي لازم ترجعي للدواء القديم عشان ما تقدريش تتحركي ولا تعملي اي حاجه. وقام اطمن ناحيتك. اوعي سعدية، هات الدواء من عندك. لا اسمعي، لا انا هعلمك ازاي تنفذي اوامري زي ما انا عايز. تعالي هاتي، امسكيها امسكيها كويس. روحي خديها فوق من وشي، خديها.